باقي طلبة وطالبات الدبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة تأمينات الأشخاص، وهنتكلم النهاردة على الوحدة الثالثة، تأمين على التأمين المؤقت الفردي اللي هي وثائق التأمين المؤقت الفردي. طب لو احنا نفتكر مع بعض الحلقة اللي فاتت أخدنا إيه؟ أخدنا الشروط العامة للتأمينات الأشخاص، الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة، وقلنا ان الشروط العامة دي قلنا ان هم كام؟ قلنا ان هم 6. اول حاجة كانت ايه؟ كانت اللي هي مهلة السداد. واخدنا ايه تاني؟ اخدنا تاني حاجة اعادة السريان، وتالت حاجة اللي هي النزاع، ورابع حاجة اخدنا الانتحار والاخطار المستثنية، واخدنا خامس حاجة اللي هي شروط العقد او الشروط النهائي او العقد النهائي، وسادس حاجة اخدنا اللي هي قلنا عدم المنازعة، وسادس حاجة قلنا اللي هي ايه؟ قلنا اللي هو الخطأ في السن. الخطأ في الايه؟ في السن. انا عاوز ان احنا نراجع مع بعض اللي هي بتاع الحلقة اللي فاتت اللي هي الشروط العامة دي، علشان نقدر ان احنا نكمل على الوحدة التانية اللي هو التأمين المؤقت الفردي. لو احنا جينا مع بعض وشفنا على الشاشة زي ما احنا قلنا اللي هو 6 شروط اللي هي الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة، اللي هي مهلة السداد، اعادة السريان، عدم المنازعة، الخطأ في السن، والانتحار والاخطار المستثنية، والعقد النهائي. وده احنا اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، بس احنا هنمشي عليه مع بعض علشان نأكد عليه. اول حاجة اللي هي مهلة السداد. هنا احنا قلنا ان بتمنح شركة مهلة لسداد الاقساط فيما عدا القسط الاول قدرها 30 يوم من تاريخ الاستحقاق، بينما بتزيد هذه المهلة يوما واحدا لتصبح 31 يوم في وثيقة التأمين الأمريكية. يبقى هنا مهلة السداد، ان شركة التأمين بتدي مهلة سداد. مهلة سداد بتكون كام؟ بتكون في المصرية اللي هي 30 يوم، اما في الأمريكية مهلة السداد هي 31 يوم، هي بتزيد عن المصرية، عن الوثائق المصرية هي يوم واحد. طيب مهلة السداد دي بتكون للأقساط كلها ما عدا القسط الأول، ما عدا القسط الايه؟ الأول. طب ليه بقى عدا القسط الأول؟ لأن انتوا عارفين ان احنا ما بنيجي نعمل الوثيقة، هو الشخص أو المؤمن له ما بيجي يعمل الوثيقة لازم يدفع القسط الأول في البداية خالص، فطبعا دي ما بقاش فيها مهلة الايه؟ مهلة السداد. يبقى مهلة السداد بتكون في المصرية بتكون 30 يوم، أما في الأمريكية بتكون 31 يوم. وقلنا أن القسط الأولاني ما بقاش فيه مهلة سداد، ما بيكونش فيه مهلة إيه؟ مهلة سداد. طيب بعد كده لو احنا شفنا هو على الشاشة هيجي لك على أساس إيه؟ أو يجي شكل السؤال عليه إيه؟ هيقول ضع علامة صح وخطأ. هنا بتمنح وثائق التأمين الأمريكية مهلة قدرها 30 يوم لسداد الأقساط. احنا ما قلنا ان هنا الوثائق التأمين او الوثائق الأمريكية هل هي بتكون 30 يوم؟ لا، احنا قلنا ان الوثائق الأمريكية بتكون مهلة السداد بتاعتها هي 31 يوم، اما في المصرية هي بتكون 30 يوم. طب هنا النقطة اللي هي على الشاشة دي هتكون ايه؟ هتكون خاطئة. ليه؟ لان الوثائق الامريكية بمهلة السداد بتاعتها 31 يوم اهو زي ما احنا شايفين. يبقى هنا العبارة دي خاطئة، هي 31 يوم. ممكن يجي اكمل بيقولك تنص وثيقة التأمين على الحياة المصرية على ان اقساط التأمين واجبة السداد، وتمنح مهلة سداد قدرها كام؟ دي في المصرية قدرها كام؟ احنا قلنا في المصرية 30 يوم، بينما تزيد المهلة لتصبح 31 يوم في وثيقة التأمين الامريكية. يبقى هنا المصرية 30 يوم، اما الامريكية بتكون 31 يوم. ممكن يجي ماذا يحدث في الحالة الآتية أو الحالات الآتية؟ وفاة المؤمن عليه خلال مهلة السداد. لو الشخص ده توفى خلال مهلة السداد، هل هنا كده شركة التأمين هتسدد أو هتعمل أو هتدي مبلغ التأمين؟ هنا هو هنقول إذا مات المؤمن عليه خلال مهلة السداد فإن شركة التأمين بتخصم من مبلغ التأمين المستحق قيمة القسط المستحق،
ويحصل المستفيد على المبلغ المتبقي بعد خصم ذلك الايه القسط. لو الشخص ده توفى في مهلة السداد، اللي هو المؤمن له ده توفى في مهلة السداد، هل المستفيد بقى هياخد المبلغ كله؟ لا طبعا. امال ايه؟ شركة التأمين هتخصم منه اللي هي القسط اللي هو ساعة مهلة السداد، هتخصم منه علشان تديله باقي، هتخصم من مبلغ التأمين عشان تديله المستفيد. كده المستفيد مش هياخد المبلغ كاملة، امال هيعمل ايه؟ لان هنا كده عنده كان فيه مهلة سداد، هو ما دفعش الكوست بتاعه، فكده هنا شركة التأمين هي مش هتدي المبلغ التأمين كله، لان المؤمن له قبل ما يتوفى او ما سددش الكوست بتاعه. فهنا في الحالة دي ماذا يحدث؟ ممكن يجي لك في الامتحان، ممكن يقول لك ايه المواقف اللي انت لو حصل كذا هيتصرف ازاي، شركة التأمين تتصرف ازاي. فهنا بالنسبة لشركة التأمين في الحالة دي ان هو مش هتدفع مبلغ التأمين كله، امال هتعمل ايه؟ هتبدأ ان هي تشوف تخصم القسط المستحق اللي المفروض كان يسدده وهو ما سددوش قبل الوفاة، وبعديها تبدأ تدي للمستفيد مبلغ التأمين بعد خصم الايه القسط المستحق. يبقى احنا خدنا اول شرط من الشروط هي مهلة الايه مهلة السداد. طب تاني شرط لو احنا شاطرين وفاكرين هتقولوا ان هو ايه؟ اعادة السريان. اعادة الايه السريان، يعني ممكن ان الشخص ده يعيد سريان الوثيقة. طب هنشوفها ازاي، تعالوا مع بعض على الشاشة اهو. تاني حاجة اعادة سريان الوثيقة، اذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاقساط المستحق يعطي المؤمن عليه فرصة إعادة سريان الوثيقة بشرط ألا يزيد التوقف عن دفع الأقساط عن مدة معينة طبقا لقواعد الاكتتاب لكل شركة من الشركات. يبقى هنا لو الشخص المؤمن عليه هو توقف عن سداد الأقساط، ممكن إن أنا أديله فرصة إن هو يعيد سريان الوثيقة، بس بشرط اللي يزيد لا يزيد توقف عن دفع الاقساط عن مدة ايه معينة هي بتبقى الشركة متفق عليها. وبيشترط في هذه الحالة ان يكون المؤمن عليه قد قام بتصفية الوثيق، وان يكون قد اختار شرط عدم سقوط الحق الذي يسمح للوثيقة بالاستمرار. يبقى هنا في إعادة سريان الوثيقة ممكن الشخص ده بيتوقف عن سداد الأقساط، خلاص هو توقف عن سداد الأقساط، بيبقى في مدة معينة لأن هو يتوقف عليها بيبقى متفق عليها في شركة التأمين. طب لو هو توقف وبعديها عاوز يعيد سريان الوثيقة، ان هنا عاوز ان الوثيقة ترجع تاني تكون شغالة ويدفع الأقساط، بس لازم يكون كاتب في الشرط عدم اللي هي ايه ان هو عدم التصفيه في الشروط العامه او الشروط الخاصه في الوثيقه، علشان هي لو هو توقف عن الوثيقه ان هنا ما تنتهيش خالص وما تتصفاش. يبقى هنا بشرط ان هنا الوثيقه لو عاوز اعيد سريان الوثيقه ممكن ان انا اعيد سريان الوثيقه لو توقفت، بشرط ان هو ايه ان انا ما صفتش الوثيقه او انا رحت لشركه التامين قلت ان انا خلاص انا مش عاوز الوثيقه. ولازم يكون في شرط الوثيقه ان هو يقول ايه ان انا اعاده ان انا الوثيقه دي ما تقفش بالنسبه لي. طب لو بعد كده او عدم سقوط الايه عدم سقوط الحق، بيبقى في شرط من شروط الوثيقة بنكتبها كده عدم سقوط الحق. عدم سقوط الحق دي يعني ايه؟ لو انا توقفت عن السداد الاقساط سقوط الحق ما يسقطش الا بأي، وبعديها لو انا حبيت ان انا اعيد الوثيقة تاني عادي مفيش مشكلة بعيد الوثيقة اعادة سريان الايه اعادة سريان الوثيقة. زي ما بنشوف اهو بتنص وثيقة التأمين على الحياة التي تصدرها شركات التأمين المصرية على أن الوثيقة الملغاة أو التي خفضت قيمتها يجوز إعادة مفعولها بالكامل اللي هو مبلغ التأمين. يعني هنا ممكن الوثيقة هنا بتنص وثيقة التأمين على الحياة التي تصدرها الشركات المصرية، الشركة المصرية بقى هنا بيقول لك على أن الوثيقة ملغاة أو التي خفضت قيمتها يجوز إعادة مفعولها بكامل مبلغ التأمين. يبقى هنا في المصرية في الشركات المصرية من حق ان هنا الوثائق الملغية ينفع ان انا اعيد اعادة سريان الوثيقة.
لو هي اتلغت او هي اتخفض الوثيقه بتاعتها، ينفع ان انا اعمل سيران الوثيقه دي فين؟ في الشركات المصريه اللي هي الوثائق الخاصه بالمصريه دي، ينفع ان الوثائق اللي هي ملغيه او تم تخفيضها ينفع ان انا اعيد سريان الوثيقه تاني. دي من شروط او موجوده في الوثائق الايه؟ الوثائق المصريه. طب لو احنا في الجزء ده هيجي فيها شكل ايه؟ او ممكن هنا بردك تاني حاجه، ان هو بيشترط في حاله عدم زياده مده التوقف عن سداد الاوكسات عن 6 اشهر، يبقى هنا مده التوقف عن 6 اشهر لازم ان انا يبقى فيه توقيع كشف طبي، لازم يبقى فيه كشف طبي على المؤمن عليه بمعرفه الطبيب الذي تعينه الشركه، وذلك على نفقه المتعاقد. وهنا بتسد جميع الاوكسات او الاجزاء او اجزاء الاوكسات وفوائد القروض المتاخره، مضافا اليها فوائد التاخير بواقع كام؟ 7% سنويا. يبقى هنا لازم ان انا بضيف فوائد التاخير اللي هي 7%. يبقى هنا عندي في حاله زياده مده التوقف عن السداد عن كام؟ عن 6 اشهر، لازم يبقى فيه كشف طبي. هنا شركة التأمين لازم يكون عندها طبيب متخصص في شركات التأمين طبيب، علشان لو الشخص ده توقف عن السداد شركة التأمين تبدأ المدة تزيد عن 6 اشهر، هنا الشركة بتعمل ايه؟ بتعين طبيب. بتعين ايه؟ طبيب. الطبيب ده هو بيبدأ يعمل كشف طبي على المؤمن عليه. على المؤمن ايه؟ عليه. طيب اتعابه ده مين اللي بيدفع؟ هل هي شركة التأمين هي اللي بتدفع الاتعاب ولا المتعاقد اللي هو المؤمن عليه؟ لا، هو المؤمن عليه هو اللي بيدفع الاقصى، هو اللي بيدفع اتعاب الطبيب، هو اللي بيدفع اتعاب الايه؟ الطبيب. ليه؟ لان هو اللي بتوقف عن السداد، فهنا مين اللي بيتحمل اتعاب الاطباء او الطبيب؟ هو المتعاقد اللي هو المؤمن عليه. يبقى هنا لازم تبقى عارفين، وباكد اهو، المده اللي تزيد عن 6 اشهر لازم في التوقف عن سداد الاوكسات، يبقى هنا شركه التامين بتعين طبيب عشان الكشف الطبي على المؤمن عليه، ويكون اتعابه على المؤمن ايه؟ المؤمن عليه. ولازم هنا بيدفع بردك فوائد التاخير. طب انا فوائد التاخير دي بيكون كام؟ بتكون 7%. يكون 7%. وخلي بالكم لان ده بيجي في الامتحان وبيقول لك فوائد التاخير بتكون كام، هنا 7% سنويا. طب ممكن بقى يجي هنا صح وخطا. اذا توقف المؤمن له عن سداد الاوكسات في مواعيدها تنتهي الوثيقه فورا. احنا قلنا لو المؤمن له توقف عن سداد الاوكسات، هل الوثيقة دي بتتوقف فورا؟ احنا قلنا لا، هي ما تتوقفش فورا. امال هي ايه؟ هو بيدفع فوائد تأخير اللي هي 7%. يبقى هنا خطأ، او ان انا بدي مهلة سداد، ان هو بعطي ليه مهلة ايه؟ سداد. يبقى هنا توقف المؤمن له عن سداد الاوكسات في موعدها بتنتهي الوثيقة فورا، لا انا مش بتنتهي، انا بدي له مهلة سداد. واتفقنا ان مهلة السداد بتبقى في المصرية 30 يوم وفي الامريكية بتكون 31 يوم. ممكن يجي سؤال تاني. يسدد المؤمن له الاوكسات المتأخرة بدون فوائد تأخير؟ احنا لسه قايلين ان انا عندي فوائد التأخير لو الشخص ده توقف عن السداد اكتر من 6 اشهر، زادت التوقف عن 6 اشهر، يبقى هنا بيبقى فيه فوائد تأخير بيدفع كام؟ 7%. ايه؟ 7% سنويا. يبقى هنا النقطة اللي هو جايبها لنا دي هتكون ايه؟ هتكون خاطئة، لان هو بيقول لك دون فوائد. لا طبعا، احنا هنا بيدفع فوائد اللي هي 7%. لو احنا شفنا اهو، يبقى هنا يوجد فوائد تأخير 7% سنويا. ممكن يجي اكمل العبارة الاتية. يشترط في حالة زيادة مدة توقف المؤمن له عن سداد الاوكسات عن كام؟ احنا لسه قايلين 6 اشهر.
توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الطبيب الذي مين اللي بتعينه؟ هي الشركة الذي تعينه الايه؟ الشركة. يبقى هنا مين بتكون المدة قد ايه؟ 6 اشهر وبتعينه الشركة. واتفقنا برضك ان هنا بتعينه الشركة بس الاتعاب مين اللي بيدفعها؟ هو المؤمن له او المؤمن عليه. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ توقف المؤمن له عن سداد الأقساط المستحقة. لو هو توقف المؤمن له عن سداد الأقساط، هنا هل الوثيقة دي بتنتهي؟ احنا اتفقنا ان الوثيقة دي ما بتنتهيش. هو لو توقف عن السداد هنا المدة اللي هي اكتر بتزيد عن 6 اشهر، هنا شركة التأمين بتعين طبيب علشان ان هو يعيد سريان الوثيقة تاني، فهي بتعمل كشف طبي وهنا بتعين اللي هو الطبيب، وبيكون الطبيب ده بيكون على نفقة او اتعاب. الاتعاب مين اللي بيدفعها؟ هو المؤمن له. طب هنا كده الوثيقة دي هتنتهي؟ لا، الوثيقة دي مش هتنتهي، هينفع ان احنا نعمل اعادة سريان. اعادة الايه؟ السريان. طب لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة اهو، اذا توقف المؤمن له عن سداد الاقساط المستحقة يعطي له فرصة اعادة السريان بشرط الا يزيد التوقف عن دفع الاقساط عن مدة معينة، وهذه المدة بتقدر كام؟ 3 سنوات. يبقى هنا المدة دي 3 سنوات ابتداء منه تاريخ التوقف عن دفع اول قسط متأخر الايه؟ الدفع. يبقى هنا عندي اللي هو بيقدر كام؟ 3 سنوات التوقف عن دفع الاقساط مدة معينة، وهي المدة بتقدر كام؟ ب3 سنوات. الشرط الثالث اللي هي شرط عدم النزاع، دي من الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة. قلنا أول شرط اللي هي مهلة السداد، تاني شرط اللي هي إعادة السريان، تالت شرط شرط عدم النزاع. هنا لا يجوز للمؤمن عمل أي نزاع أو جدال لإلغاء الوثيقة أو إيقاف سريانها إذا كانت قد استمرت ثارية لمدة معينة، سنة أو سنتين. طبعا انتوا عارفين ان المؤمن ده هي شركة التأمين، فهنا لا يجوز لشركة التأمين ان هي تعمل منازعة او تعمل جدال او تعمل اي حاجة مع المؤمن له او المؤمن عليه. حتى لو هي لو الوثيقة دي فضلت سرية لمدة سنة او سنتين، يبقى هنا بتكون سرية، ما ينفعش ان انا اعمل نزاع عليه اللي هو المؤمن. ومعنى ذلك انه يجوز للمؤمن فقط المنازعة او المطالبة بالغاء الوثيقة اذا تبين له ادلاء المؤمن عليه ببيانات خاطئة او اخفاء ببيانات معينة، وذلك اذا تم اكتشافها قبل المدة المحددة لشرط عدم المنازعة. يبقى هنا المؤمن له من حقه ان هو يعمل منازعة، بس احنا اتفقنا ان المنازعة دي لازم تكون لو عدت سنة او سنتين في الشروط الموجودة عندنا في الوثيقة، خلاص هو مش هيعمل المنازعة. طب لو هو قبل الوقت ده واكتشف اكتشف غش، اكتشف ان المؤمن له عطى بيانات خاطئة او عطى اي حاجة، فكده احنا شركة التأمين هتعمل ايه؟ شركة التأمين هتبدأ ان هي ترفض ان هي او تلغي الوثيقة. يبقى هنا بتلغي الوثيقة بتاعته. ممكن هنا سؤال اكمل العبارة الاتية، تتنازل شركة التأمين عن حقها في صحة التعاقد اذا كانت الوثيقة المفعول او الوثيقة نقط المفعول على حياة المؤمن عليه لمدة نقط من تاريخ اصدارها، وذلك فيما عدا نقط. يبقى هنا اللي بتتنازل النقطة دي بتتنازل شركة التأمين عن حقها في صحة التعاقد إذا كانت الوثيقة إيه؟ سارية. لو الوثيقة إيه؟ سارية المفعول على حياة المؤمن عليه لمدة سنتين من تاريخ إصدارها، وذلك فيما عدا الإيه؟ فيما عدا الغش. لو في غش ممكن هنا شركة التأمين ما بتتنازلش عن حقها. ممكن يجي أكمل العبارة الآتية، يجوز للمؤمن المنازعة أو المطالبة بإلغاء الوثيقة إذا تبين له نقط اللي هو المؤمن عليه ببيانات خاطئة أو نقط ببيانات معينة.
يبقى هنا يجوز للمؤمن المنازعة أو المطالبة بإلغاء الوثيقة إذا تبين إيه؟ اللي هو تبين له إدلاء المؤمن عليه ببيانات خاطئة أو أخفى بيانات معينة. يبقى هنا ينفع المؤمن اللي هي شركة التأمين إن هي تلغي الوثيقة إذا اكتشفت اللي هو أخفى بيانات خاطئة أو أعطى بيانات خاطئة وأدل ببيانات خاطئة أو غش عطى بيانات خاطئة. فهنا دي بت ايه كده شركة التأمين او اللي هو المؤمن من حقه ان هو يلغي الوثيقة، يلغي الايه الوثيقة عشان هو اخفى بيانات، اللي هو المؤمن له اخفى بيانات على شركة التأمين، فمن حق شركة التأمين ان هي تلغي الوثيقة. النقطة اللي بعد كده هناخد هنا رابعا شرط الخطأ في السن. شرط الخطأ في السن زي ما احنا عارفين احنا خدنا الشرط الاولاني اللي هو مهلة السداد، وتاني حاجة إعادة السريان، تالت حاجة عدم المنازعة، هنا رابع حاجة شرط الخطأ في السن. وجود خطأ في السن لا يلغي الوثيقة ولكن يتم تعديل مبلغ التأمين مع ثبات القسط. يبقى هنا السن ده ما يلغيش الوثيقة، الخطأ في السن لا يلغي الوثيقة. ولما هو بيعمل ايه ان انا ممكن ان انا اعدل مبلغ التأمين مع ثبات الايه القسط، ويعتبر التأمين باطلا اذا ثبت ان السن الحقيقي عند بدء التأمين كان تجاوز الحد الاقصى للسن الذي نصت عليه تعريفة الشركة، ولا تلتزم الشركة بأن تدفع في هذه الحالة سوى 75% من الأقساط المسددة بدون فوائد بعد استبعاد قسط السنة الأولى. يبقى هنا لو هنا اكتشفت ان التأمين او اثبتت ان السن الحقيقي عند بدء التأمين تجاوز الحد الأقصى للسن، يبقى هنا بتنص السن اللي بتنص عليه تعريفة الشركة، هنا لا تلتزم الشركة بدفع هذه الحالة سوى كام؟ 75% من الأقساط المسددة بدون فوائد بعد استبعاد السنة الأولى. بعد استبعاد السنة الإيه؟ بعد استبعاد السنة الأولى. طيب يبقى هنا الشرط في السن، الخطأ في السن. افرض مثلا ان المؤمن له ده قدم البيانات ان هو عطى سن خطأ، مثلا ان هنا سنه اصلا 50 وهو قال للشركة انا سني 40 سنة، وقدم بيانات وهو بيقول ان سنه 40 سنة، والشركة دي اكتشفت ان سنه مش 40 ده سنه 50 سنة، وهو كده عدى الحد الاقصى للسن الخاص بالشركة. يعني الشركة حاطة سن معين ان هي تعمل الوثيقة دي، مثلا حاطة سن 45 سنة، اكتر من 45 سنة هي ما بتقبلش او ما تعملش وثيقة للشخص اللي اكتر من 45 سنة. انا بقول مثال. طب هنا كده لو الشخص ده واكتشفت ان هو اكتر من 45 سنة وعنده 50 سنة، هنا كده شركة التأمين هتأمن عليه؟ لا طبعا. هنا كده هتعمل ايه؟ هي هترجع له الاقساط المسددة، بس هترجع له كله؟ لا، هي هتلغي او هنا هتخصم منه السنة الاولى الاقساط بتاعت السنة الاولى، وهتدي له النسبة كام؟ 75%. 75 ايه؟ في المية. يبقى ده اللي هو ايه الواجب في السن. طب هنا الخطر او الاخطاء، الخطر في السن، لو في خطأ في السن هل شركة التأمين هتلغي الوثيقة؟ هم بيلغيش الوثيقة، امال هي ايه؟ هي كده هتقلل او ممكن تزود، هي بتزود الايه مبلغ التأمين بس الاقساط ايه بتكون موجودة، بتزود الاقساط، بتزود القسط، مبلغ القسط بيبقى زياده، والمده بتكون ثابته. المده بتكون ايه؟ ثابته. لو هنا اكتشفت ان الخطا في السن وما تعداش السن القانوني اللي هم متفقين عليه، فكده ما فيش مشكله ان هنا الوثيقه مش هتتلغي، بس هتزود القسط على المؤمن له، هتزود المبلغ بتاع القسط، والمده بتكون ثابته. طب هنا الجزء ده بيجي فيها شكله ايه؟ ممكن يجي هنا زي ما احنا شايفين صح وخطأ. الخطأ في السن يوجب الغاء وثيقة التأمين على الحياة. احنا قلنا ان الخطأ في السن ما بيلغيش الوثيقة، هنا خاطئة، هنا يجوز التسوية. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ إذا كانت السن الحقيقي عند بدء التأمين تجاوز الحد الأقصى للسن،
هنا ده تجاوز الحد الأقصى للسن، يعني هو معطاش السن الحقيقي وتجاوز السن الحقيقي أو تجاوز السن الحد الأقصى لشركة التأمين على السن ده. هل كده شركة التأمين كده هو كده إيه يعتبر إن الوثيقة دي ملغية علشان هو تعدى السن القانوني أو السن الحد الأقصى للشركة أو للسن؟ فهنا كده هتبدأ ان الشركة بتديله اللي هو 75% بعد خصم الاقساط بتاع السنة الايه بتاع السنة الاولى. لو احنا شفنا مع بعض اهو، التأمين باطلا اذا ثبت ان السن الحقيقي عند بدء التأمين كان تجاوز الحد الاقصى للسن الذي نصت عليه تعريفة الشركة وقت ابرام العقد، ولا تلتزم الشركة بان تدفع في هذه الحالة سوى كام، سوى 75% من الأقساط. يبقى هنا الشركة ما بتلتزمش إلا بتدفع كام، 75% من الأقساط بدون فوائد بعد استبعاد القسط السنة الإيه السنة الأولى. خامس حاجة من الشروط اللي هو شرط الانتحار والأخطار المستثنية، لا تغطي هذه الوثيقة أخطار الوفاة المترتبة على، زي ما احنا عارفين ان هنا الانتحار دي شركة التأمين ما بتأمنش عليها، زي اول حاجة اللي هي هو مسابقات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء كانت أرضية او مائية. يبقى هنا شركة التأمين ما بتعوضش الشخص اللي هو بينتحر. طب الانتحار ممكن، انتحار ممكن تكون تبع اللي هي المسابقات السرعة. في ناس بتكون في مسابقات السرعة، والمسابقات السرعة دي هي دي بتؤدي الى الوفاة. طب لو الشخص ده توفى اثناء مشاركته في مسابقات السرعة، هل كده شركة التأمين هتعوض؟ لا، هي شركة التأمين كده ما بتعوضش. يبقى اول حاجة من الاخطار المستثناة او هنا من الانتحار، او اللي هي حاجة تانية اللي هي المسابقات السرعة، مسابقات الايه السرعة. تاني حاجة الانتحار اذا حدث خلال السنتين الاولين من تاريخ اصدار الوثيقة، اذا تبين اثبات المستفيد ان سبب انتحار المؤمن عليه مرض افقده ارادته وقت الانتحار. يبقى هنا لو حصل انتحار بردك خلال السنتين الاولى من تاريخ الايه الوثيقة. تالت حاجة الاعدام بناء على حكم قضائي، يبقى هنا لو حصل اعدام بناء على حكم قضائي بردك شركة التأمين ما بتعوضش عليه. هنا سؤال ده علامة صح او خطأ، لا تغطي وثيقة التأمين الاعدام بناء على حكم قضائي. احنا اتفقنا ان شركة التأمين ما بتعوضش على الشخص اللي هو محكوم عليه بالاعدام، يبقى هنا الاجابة دي هتكون ايه؟ لا تغطي، هتكون الاجابة صحيحة. يبقى هنا لا تغطي وثيقة التأمين الاعدام بناء على حكم قضائي. رابع حاجة القتل العمد، وفي هذه الحالة تبرأ الشركة من التزاماتها إذا تسبب المتعاقد عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. يبقى هنا القتل العمد، القتل العمد ان هو مثلا حرض نفس، حرض حد ان هو يقتله اللي هو المستفيد، لان طبعا انتوا عارفين لو الشخص ده توفى هنا المستفيد هو اللي بياخد مبلغ التأمين. طب المستفيد ده هو ما خدش، او هو راح حرض شخص ان هو يقتله، فهنا كده قتل عمد. يبقى هنا المستفيد هياخد مبلغ التأمين؟ لا، كده المستفيد مش هياخد مبلغ التأمين. او المتعاقد ده مثلا راح هو اللي قتل او حرض حد ان هو يقتله، يبقى هنا كده شركة التأمين ما بتعوضش عن الشخص لو هو انتحر عمدا، لو هو قتل عمل جريمة قتل، او هنا اتحكم عليه بحكم اعدام من المحكمة، كل دي شركة التأمين ما بتعوضش عليها. يبقى هنا كل شركة التأمين بتعوضش ايه عليها. طيب بعد كده التنقلات والاسفار الجوي، اللي هو اذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا بخط ملاحه جوي يقوم بخدمه عامه منتظمه. يبقى هنا التنقلات بردك والاسفارات الجويه هنا شركه التامين ما بتعوضش عليها. هنا اخر حاجه اللي هو الاخطار الحرب والاعمال العسكريه،
لو الشخص ده هو عمل في الحرب او الاخطار العسكريه، هنا شركه التامين ما بتعوضش عليها، لان هنا بتكون من الاستثناءات الخاصه بيها. فهنا كده شركه التامين، ما بقول استثناءات الخاصه او الاستثناءات، هنا شركه التامين ما بتعوضش عليها في اثناء الحرب. طب الجزء ده ممكن يجي فيها ايه؟ ممكن يجي صح وخطا. طب ايه هو بقى صح وخطا؟ بتغطي وثيقه التامين اخطار الحرب والاعمال العسكريه إذا كان المؤمن عليه مجندا. هل هنا دي صح ولا خطأ؟ هنا خاطئة لا تغطي. يبقى هنا الوثيقة تأمين جميع أخطار الحرب والأعمال العسكرية إذا كان المؤمن عليه مجند، هنا لا تغطيها. ممكن يجي أكمل العبارة الآتية: تستثنى جميع وثائق التأمين على الحياة حالات الوفاة الناتجة عن أخطار إيه وإيه وإيه؟ أخطار الحرب، الإسفار، المهن الخطيرة. ممكن يجي أكمل العبارة الآتية: في حالة وفاة الوفاة المترتبة على أحد الأخطار المستثناة، تدفع الشركة إلى نقط قيمة نقط للوثيقة. تدفع الشركة إلى أصحاب الحق قيمة نقط اللي هي الاحتياطي الحسابي للوثيقة. ماذا يحدث في الحالات الآتية: انتحار المؤمن عليه خلال السنتين الأولين من تاريخ إصدار الوثيقة. لو هنا الشخص توفى أو انتحر خلال السنتين الأولين، هنا كده إيه؟ لا تغطي الانتحار إذا حدث السنتين الأولين من تاريخ إصدار الوثيقة، إلا إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقده إرادته وقت الانتحار. يبقى هنا الانتحار زي ما احنا اتفقنا، الانتحار المؤمن له هو انتحر في خلال السنتين الأولين من تعاقد الوثيقة أو من عمل الوثيقة، هنا كده شركة التأمين هي مش بتغطي الانتحار. بس لو هم أثبتوا، اللي هو المستفيد أثبت أن الشخص ده انتحر بسبب مرض غير إرادي هو اللي خلاه ان هو ينتحر، كده ممكن هو المستفيد ده ياخد مبلغ التأمين. اما لو هو ما اثبتش ده وهو انتحر وتأكدنا ان هو كان بكامل ارادته، هنا كده شركة التأمين ما بتغطيش اللي هو الشخص المنتحر، ما بتديش للمستفيد مبلغ التأمين. طيب بعد كده الشرط الاخير اللي هو شرط العقد النهائي الكلي. هنا بينص البند واحد من وثيقة التأمين على الحياة المصرية على ان هذا التأمين صادر اعتمادا على القرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الاخرى الصادرة من المؤمن عليه والمتعاقد، وتعتبر اقرارات المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وجميع المستندات الاخرى مقدمة للشركة اساسا لهذا العقد وجزء لا يتجزأ منه. شرط العقد النهائي او الكلي قبل ما بيجي يعمل الوثيقة، هو طبعا هنا المؤمن له بيروح لشركة التأمين بيقدم مستندات، بيقدم الطلب اللي هو عاوز يعمل وثيقة تأمين، فكل اللي دي كل المستندات او كل طلب التأمين الموجودة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة. هو جزء لا يتجزأ من الايه؟ من الوثيقة. ويعتبر ان هو كده ده شرط العقد الايه؟ النهائي. شرط العقد الايه؟ النهائي. لو احنا فاكرين احنا خدنا اللي هم 6 شروط، الست شروط دول اللي هو كان اخر حاجة اللي هو شرط العقد النهائي ده زي ما احنا اتكلمنا عليه. زي ما احنا عارفين ان احنا النهاردة هنبدأ نعمل الوحدة الثالثة اللي هو التأمين على الحياة المؤقت الفردي. وزي ما انتوا عارفين اللي هو التأمين، واحنا خدنا في الحلقات اللي فاتت التأمين على الحياة المؤقت الفردي، هي دي بتعمل على الوفاة ولا الحياة؟ لا مش عارفين. طب ايه؟ نركز مع بعض. احنا قلناها المرة اللي فاتت او في الحلقات اللي فاتت، التأمين على الحياة المؤقت الفردي هي وثائق ايه؟ وفاة ولا حياة؟ نتيجة وفاة ولا حياة؟ طب تعالوا نشوف مع بعض هنا على معايا هنا اللي هي ايه الوثائق تغطي الخسائر المالية المترتبة على حالة الوفاة.
يبقى هنا وثائق اللي هي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة، احنا خدناها المرة اللي فاتت او في الحلقات اللي فاتت، قلنا ان هي بتنقسم الى حاجتين. طب ايه هما الحاجتين دول؟ اللي هي وثائق التأمين المؤقت، وهنا تاني حاجة اللي هي وثائق تأمين مدى الحياة. يبقى هنا زي ما احنا خدنا الحلقات اللي فاتت قلنا ان الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة، شوفوا دول ادي حال الوفاة، ايه هي؟ هما وثيقتين، اللي هو التأمين المؤقت وتأمين مدى الحياة اللي احنا هناخده النهاردة، اللي هو وثيقة التأمين المؤقت. طيب زي ما احنا شايفين اهو، يبقى زي ما احنا اخدنا اللي هي الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال في حالة الوفاة ان الشخص ده هيتوفى، انا عندي وثيقتين اللي هو التأمين المؤقت وتأمين مدى الحياة. النهاردة هناخد اللي هو وثيقة التأمين المؤقت الفردي، ان الشخص ده لو توفى هنا شركة التأمين هتدي للمستفيد مبلغ التأمين. طب لو الشخص ده فضل عايش على قيد الحياة وعامل وثيقة التأمين المؤقت الفرد، هل كده شركة التأمين هتعوض او هتدي مبلغ التأمين؟ لا كده خلاص، لان هو فضل على قيد الحياة، هنا في الوثيقة دي لازم الشخص ده يتوفى، لو الشخص ده توفى يبقى هنا المستفيد هياخد مبلغ التأمين. طب تعالوا مع بعض نشوف مفهوم وثيقة التأمين المؤقت. ان هو بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية محددة أو محدودة، وبيلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق للمستفيد إذا حدثت وفاة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين اللي هي الفترة الزمنية، مقابل التزام المؤمن عليه بدفع الأقساط الواجبة في موعدها المقررة. يبقى زي ما احنا قلنا اهو، التأمين المؤقت او تأمين على الحياة المؤقت هو بيقدم حماية تأمينية، بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة. خلي بالكم ان احنا في تأمينات الاشخاص، وتأمينات الاشخاص دي انا بقول بيقدم حماية تأمينية. حماية ايه؟ تأمينية. انا ما قلتش ان احنا بنعوض، لان احنا في تأمينات الاشخاص هو في شركات التأمين بتعمل حماية تأمينية، هي مش بتعوض. الشخص ده لو توفى هل ينفع ان انا اعوضه؟ ما ينفعش. يبقى عشان كده انا بقول حماية تأمينية، لو الشخص ده توفى هي بتدي مبلغ التأمين للمستفيد. طبعا هنا في الوثائق بتكون موجودة، شركة التأمين او المؤمن عليه بيبقى كاتب مين المستفيد، مين اللي هياخد بعد وفاته مبلغ التأمين، ممكن يبقى كاتب زوجته اولاده على حسب ان هو كاتب في الوثيقة، اللي هي دي التأمين المؤقت الايه؟ الفردي. طب هنا ممكن يجي في سؤال على ايه؟ ممكن يقولك عرف التأمين المؤقت الفردي، ممكن يقول لك اكتب المصطلح التأميني ويجيب لك اللي هو بيقول لك حماية تأمينية وان هو ضد او بيأمن على الوفاة، دي هتكون مين؟ هيكون التأمين المؤقت الفردي. طب لو احنا شفنا على الشاشة مع بعض، ممكن يجي صح وخطأ، لا يلتزم المؤمن في تأمين المؤقت الفردي بدفع اي مبالغ للمؤمن له في حالة بقائه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين. هنا دي هتكون صح ولا غلط؟ صح، لان هنا ما بيلتزمش ان هو لو الشخص ده فضل على قيد الحياة ان انا اديله مبلغ التأمين، يبقى هنا صحيح، لان احنا قلنا ان التأمين المؤقت الفردي بيكون للشخص لو هو توفى. هناخد الشروط الخاصة بالتأمين المؤقت، وانا عندي الشروط الخاصة بالتأمين المؤقت هما شرطين، هو شرط التجديد وشرط التحويل. شرط التجديد وشرط الايه؟ التحويل. شرط التجديد ان انا ممكن ان انا اجدد الوثيقة، يعني هنا اجدد الايه؟ الوثيقة. اجدد الوثيقة لو هنا الوثيقة انتهت ممكن ان انا اجددها تاني، ده شرط التجديد. طب شرط التحويل
من حقه ممكن ان انا اقدر ان انا احول من وثيقة لوثيقة تانية. طب الوثيقة دي لو انا من التأمين المؤقت الفرد احولها الى بيفضل ان انت بتحولها الى الوثيقة المختلطة او الوثيقة مدى الحياة. طب هنشوفها مع بعض. يبقى احنا عندنا شرطين اللي هو من الشروط الخاصة، اللي هو شرط التجديد وشرط التحويل. لو احنا شفنا مع بعض اهو الشروط الخاصة بالوثيقة، اول شرط اللي هو شرط التجديد، يعطي الحامل الوثيقة الحق في تجديدها بغض النظر عن التغير في الحالة الصحية او المهنية للمؤمن عليه لمدة غالبا تساوي مدة الوثيقة الأصلية، او بمعنى اخر إمكانية تجديد الوثيقة دون تقديم دليل القابلية للتأمين. يبقى من حق لو هنا الوثيقة دي انتهت، من حق ان المؤمن له يطلب بتجديد الوثيقة، بيطلب بتجديد الايه الوثيقة، ومن حق ان هو يجدد الوثيقة تاني. ان انا الوثيقة بتاعتي انتهت خلاص، انا عاوز ان انا اعمل ولسه عايش على قيد الحياة، واحنا اتفقنا ان الوثيقة التأمين المؤقت لو هو فضل على قيد الحياة هنا شركة التأمين مش هتعوضه عليها، فهو بيقول ايه، طب انا عاوز ان انا اجدد الوثيقة تاني عشان لا قدر الله لو هو توفى المستفيد اللي هي زوجته واولاده او هم المستفيدين اللي هو كاتبهم في الوثيقة ان هم ياخدوا مبلغ التأمين. ده شرط الايه التجديد. طب الشرط التاني اللي هو التحويل، واتفقنا ان شرط التحويل ان هو ينفع ان هو يحول من الوثيقة لوثيقة ايه اخرى. طب هنشوفها مع بعض اهو. شرط التحويل، اعطاء الحق لحامل الوثيقة المؤقتة بتحويلها الى وثيقة تأمين اخرى عادة لمدى الحياة او المختلطة. يبقى ممكن ان انا احولها الى وثيقة اخرى، وعادة ان هي بتكون ايه لمدى الحياة او المختلطة، وذلك وفق لشروط معينة بغض النظر عن التغير في الحالة الصحية او المهنية للمؤمن عليه. يبقى احنا خدنا الشروط الخاصة للوثيقة وقلنا ان الشروط الخاصة هم ايه، هم اتنين، انا بعدهم تاني، اللي هو شرط التجديد وشرط التحويل. ومن حقه ان هنا في شرط التجديد ان انا بجدد الوثيقة، الوثيقة انتهت اقدر ان انا اجددها. طب شرط التحويل، شرط التحويل ان انا اقدر ان انا احول من وثيقة لوثيقة تانية، وعادة بتكون يا اما مدى الحياة يا اما المختلط. هنيجي بعد كده اللي هو ايه، اللي هي انواع الوثائق، انواع وثائق التأمين المؤقت. وهما كان نوع من الوثائق هما سبعة، اللي هي اول حاجة وثيقة التأمين المؤقت قصير الاجل. وهذه الوثائق عادة ما تكون بمبالغ ثابتة واقساط متساوية، وبتتراوح مدة هذه الوثائق بين عدد محدود من الدقائق او الساعات وعدد محدود من السنوات، وبتنتهي هذه الوثيقة بانتهاء مدتها ما لم تكن قابلة للتجديد أو التحويل أو كليهما معا. يبقى هنا وثيقة التأمين المؤقت قصيرة الأجل هي بتكون مبالغ ثابتة وأقساط متساوية، وبتكون هنا الوثائق عدد محدود من الدقائق أو الساعات وعدد محدود من السنوات، وهنا بتنتهي الوثيقة بانتهاء مدتها. يبقى هنا في وثيقة التأمين اللي هي قابلة أو قصيرة الأجل، قصيرة الأجل من اسمها كده، قصيرة الأجل إن هي إيه بتكون صغيرة، المدة بتاعتها بتكون ثابتة، الأقساط بتاعتها ثابتة. هنا بتكون إيه لو الوثيقة انتهت خلاص هي بتنتهي خلاص الوثيقة، بس بيبقى في شرط لو هي موجود فيه شرط التجديد أو التحويل أو فيها الشرطين التجديد والتحويل خلاص ممكن إن أنا بجددها. طب لو هي مفيش الشروط دي، مفيش شرط تجديد ولا تحويل، يبقى هنا الوثيقة دي بتنتهي اللي هي قصيرة الأجل، قصيرة الإيه الأجل. طب الجزء اللي بعد كده اللي هي وثيقة التأمين المؤقت ذات المدد الطويلة نسبيا، وهذه الوثائق بتشمل وثائق التأمين المؤقت التي تصدر لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة مثلا، أي لمدة طويلة نسبيا، والوثائق التي تغطي حياة الفرد الإنتاجية. يبقى هنا المدة طويلة الأجل هي الوثائق دي بتغطي حياة الفرد الإنتاجية،
واخيرا وثائق تامين مؤقت لتوقع الحياه. لتوقع الايه؟ الحياه. يبقى هنا الوثيقه اللي هي ذات المدد طويله نسبيا بتكون من 10 ل 20 او 30 سنه. ثلاثة، وثائق التأمين المؤقت المتزايد القيمة، اللي هي متزايدة الايه؟ القيمة. بتعطي الحق في رد الأقساط أو دفع قيمة التصفية أو احتياط الوثيقة إلى جانب مبلغ التأمين الأصلي في حالة الوفاة قبل سن معين. يبقى هنا بتدي الوثيقة التأمين المتزايدة القيمة بتعطي الحق في رد الأقساط أو دفع قيمة التصفية أو الاحتياط الوثيقة إلى جانب مبلغ التأمين الأصلي في حالة الوفاة قبل السن المعين. يعني لو الشخص ده توفى قبل سن معين من حقه إن هو يرد الأقساط أو دفع قيمة التصفية والاحتياطي إلى جانب مبلغ التأمين الأصلي. النوع الثالث برضك اللي هو متزايدة القيمة، وبتعتبر الزيادة دي في مبلغ التأمين بمثابة ملحق للوثيقة الأصلية على الرغم من عدم ظهورها بصورة منفصلة. وهذا النوع من التأمين يصلح لمواجهة خطر التضخم وما يتبعه من ارتفاع في الأعباء المعيشية وزيادة في مصاريف الوفاة كنتيجة لانخفاض قيمة الايه؟ قيمة النقود. يبقى هنا الزيادة دي في مبلغ التأمين بثابت ملحق للايه؟ للوثيقة الأصلية. ده النوع الثالث اللي هي وثيقة التأمين المؤقت المتزايد القيمة. النوع الرابع اللي هو التأمين المؤقت اللي هو متناقص القيمة، عادة ما تشترى لمدة تتراوح ما بين 10 ل 20 سنة وبقسط متساوي. وهنا بتستخدم هذه الوثائق لتقديم حماية تأمينية، عشان أقدم حماية تأمينية في حالة الاقتراض أو المديونية. يبقى الوثيقة اللي هي متناقصة القيمة بقدم حماية تأمينية في حالة الاقتراض أو المديونية بصفة عامة، وفي حالة الحاجة إلى حماية تأمينية متناقصة بصفة إيه؟ خاصة. وبيعتبر إن التأمين مناسب لصغار السن، اللي هي متناقصة القيمة هي بتعتبر مناسبة لصغار السن ومحدود الدخل الذين يعولون أطفال صغار. يبقى هنا التأمين المؤقت متناقص القيمة هي مناسبة لصغار السن ومحدودي الدخل. النوع الخامس اللي هو التأمين القابل للتجديد، التأمين المؤقت القابل للتجديد، من اسمه كده تجديد، يبقى هنا ينفع ان انا اجدده. ان هنا وثائق ذات مبالغ ثابتة واقساط متساوية خلال كل مدة تأمين، وعند كل تجديد بيزداد القسط طبقا لسن المؤمن عليه بغض النظر عن حالته الصحية في وقت التجديد. يبقى هنا القابل للتجديد زي ما احنا قايلين او زي ما انتوا عارفين ان هو من حقه بتكون الاقساط متساوية ومبالغ التأمين بتكون متساوية. هنا من حق ان الشخص ده في الوثيقة التأمين المؤقت ان هو يحصل تجديد بجدد الوثيقة، بس ممكن ان هنا القسط بيزيد على حسب سن المؤمن عليه، على حسب سن المؤمن عليه. دي كانت هو قابل للتجديد. طب النوع الخامس اللي هو قابل للتحويل، قابل للتحويل، الوثيقة المؤقتة او التأمين المؤقت قابل للتحويل، ان انا ينفع ان انا اعمل تحويل من وثيقة لوثيقة. واحنا اتفقنا ان هنا ان تحويل الوثيقة التأمين المؤقت الى تأمين دفعات او تأمين لمدى الحياة. لو احنا شفنا اهو اللي هو 6، التأمين المؤقت قابل للتحويل، بتتيح وثيقة التأمين المؤقت القابل للتحويل للمؤمن له الحق في تحويل وثيقته الى وثيقة ادخارية اللي هي مدى الحياة أو مختلط بغض النظر عن حالته الصحية وقت التحويل، ولكن بشرط أن يتم تحويل الوثيقة خلال مدة معينة. آخر نوع اللي هو التأمين المؤقت القابل للتجديد والتحويل، تعتبر الوثائق القابلة للتجديد والتحويل هي الأكثر مناسبة لظروف المجتمع المصري لذو الدخل أو لذو الدخل المحدود. يبقى هنا قابل للتجديد والتحويل، ان ينفع ان هنا اعمل شرط او من النوع ده ان انا يبقى فيه تجديد وتحويل. زي ما احنا اخدنا وفاكرين مع بعض، احنا رجعنا على الشروط العامة في الحياة وفي التأمين على الحياة، وكلمنا عن التأمين المؤقت الفردي، وخدنا الشروط الخاصة قلنا ان هما شرطين، شرط التحويل وشرط التجديد، وكلمنا عن انواع الوثائق وقلنا ان انواع الوثائق هما 7. للأسف احنا حلقتنا انتهت. اتمنى لكم التوفيق
وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.